عاد روحي مساء الخير شباب بنات. طبعا اعذرون على الانقطاع بس اليوم يعني ملتهم من الصبح لحد هسه بالتصوير مال القصيده مال الفيديو طلع لك يس، وحاليا يعني بعدنا نصور ان شاء الله نشارككم الكواليس يعني حياتي. ام بدر جاي يصور. ام بدر فندق الباص. طبعا انا سعد للكورس الثاني، تمام راح ناخذ الكورس الثاني على مود نخلص. طبعا من موقع التصوير وجاي نشتغل الفيديو الكليب، وام بدر طقتنا عين تخبل. لا تطاريه المخرج واد العباد الغالي حق الحسين من ورا النقال ضربه وطقتنا مطره. والله جاي نربط بلوتوث بالسياره اقبال بيت ام وليد، بس ربطت صار اخوي ربطت الشاشه ام وليد كذا طقت. طبعا حاليا دخلنا الفندق كواليس القصيده. كواك الله حبيب اخو، انت قضيت عليه بس قاعد كل شيء ما اسوي، وانت ظل جد بيها صار لك ساعه. طبعا فواد شي قال لي يجي الطوب للفندق سوى روحك تعبان وش من روحك عاد شرفاية بس تظل لابس الحذاء يعني اي تريد التعب اموري قوة كلش. القعد يمي قعد حضر علي الناس تحسدكم. هذا شنو فؤاد توزيع اضاءه؟ ها مغير على بشرتك الحلوه يا عشتي زين، هذا كضاءه ايش عشتي النبي. لا ما اصلا لا اولك والله كفو من ظنك ما فؤاد شني شتحس شنو شتحس دولاب الهواء اي يعني تطلع روحه صار وجع عمر دازيون بابا بعطانا فندق نصور بيه وحش يسوي عصره حيل عصره ابدعت امك عصره حيل ربطني ما والله العظيم بالحسين خربوها. خذنا القايد الاول والقايد الثاني وراح نطلع نخلص اوكي بابا شي سوى ثاني البنغاد الشيك والقميص مالتي راح اظل معلق نفخت شتفني دخيلك يا ابو فاضل لا يجيبوا الفندق بعفوات صار يشتغل هنا بالفندق. بابا انت شغل زين والله شغل زين بابا انت شغل مو زين لا مو لزق هذا اي عاشت ايدك صحيح يعني طبعا من الصبح لحد هسه ما مخلصين. اذا انت ملتهي بالكرسي تاع الكرسي ما مر عليك اللي يفرج بوحده اي هذا عجب لي واحد من البيت والله العظيم شو تسوي هنا انا اخوي كلش طبعا هسه راح ناخذ القايد الثامن وين احنا بالمحطه توفي انت بعد اشبع قهر انت تعبت امورك يا بعد قلبه حكم هو عباس ميت من الجوع وبعدنا ما مخلصين وهذا القايد الاخير تمام وبعد شنو ولك تعبت خدمتك امشي تفتح يا بعد روح كفو هذا بعد ما هذا